حياكم الله وهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من سفرة وسفرة، وأكيد اليوم إن شاء الله محضرين لكم سفرة معينة أو رحلة على منطقة معينة. بس خلوني بداية أرحب بزملائي. حياك الله شيف ركان، حياك الله رؤى. يسعد مساك يا رندا، أهلا وسهلا شيف ركان، وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين جميعا وحياكم الله. وأكيد نتمنى لكم فطور شهي، لكن سفرتنا اليوم على حسب ما كذا لمحنا هي شكلها محلية. وين حتاخذنا يا شيف؟ صحيح، أول شيء أهلا وسهلا فيك رؤى، أهلا وسهلا فيك رندا. طبعا اليوم سفرتنا من المملكة العربية السعودية، من منطقة يعني كلنا نحبها، من منطقة الأحساء. الله، إيش رأيكم؟ والله ما في بعد كلام، أنا متحمسة أعرف إيش الأكلات اللي تتميز بها منطقة الحسا تحديداً، فبعرف إذا في مجال تأخذنا في جولة سريعة. إيش رأيكم نطلع التقرير أول شيء، نأخذ الجولة ونرجع؟ يلا نشوف التقرير. ناخذ جولة بين أهلنا وناسنا، والحسا حسانا لو الدهر نسانا. حساوية حساوية عيون حبيبي يا ناس، ونفدات وخليبية غير الشوق والإحساس. محافظة الحسا تقع في الركن الجنوبي الشرقي للمملكة العربية، واكتسبت منطقة الحسا أهمية كبيرة كونها الرابط البري بين دول مجلس التعاون الخليجي. الواحد يحتار شنو يبدأ فيه الحين. بصراحة المناطق المميزة وايد نعد ونغلط فيها، بس خلونا نبدأ بجبل القار، وهو يعتبر واحد من أهم المعالم السياحية، ويبلغ عمره أكثر من 25 مليون سنة. وبعده متحف قصر إبراهيم، واللي يعتبر من أكثر المناطق التراثية، وهو أبرز مزار سياحي عمره 500 سنة، ويجمع بين طرازين العسكري والإسلامي. أشهر خمس أشياء في الحسا: المسجد جواثة، وهو أول مسجد صليت فيه الجمعة في الإسلام بعد مسجد الرسول بالمدينة، وأسس في السنة السابعة للهجرة. وبعدها خلونا ناخذ الحرفة اليدوية اللي يتميزون فيها الحساويين، وهي صناعة الفخار. وطبعا ما ننسى سوق القيصرية اللي يستعيد مكانته التاريخية قبل اقتراب رمضان، والمجتمع الحساوي يزيد إقباله على طلب التمور، وأكيد العيش الحساوي والبهارات والهيل والملابس. وبعدين هذه المعلومة الجديدة للمشاهدين على الأغلب، الشعب الحساوي يأكلون جذع النخلة وطعمه مقارب للشمام. وللبنات في الاستوديو والملخاشوقة والبلم، شفنا عشان لا قرب يذهب الأكل تضربون بالخمس لين تنبطون. يمكن من الأشياء اللي شفناها بالتقرير حمستنا كثير أن نعرف إيش منطقة الأحساء أو إيش الأشياء اللي تصير بمنطقة الأحساء. بس خلوني أعطيكم ذا المعلومة. أنتم تعرفون أنه الحساء إذا كنتم أو قديم كانوا يعملون أنه الجيران إذا كانوا مرة قراب من بعض، تخيلي يدقوا على جيرانهم الباب يطلبونهم ملح، يطلبونهم طماطم، يطلبونهم يعني هذه مره حلوه، هذه انا احبها. لانه فعليا ذاك اليوم دقت علي جارتي تبغى مني تونه، طيب فاستغربت الطلب انه تونه. الان تذكرت فعليا اهل الحسا كثير حميمين مع بعض، متقربين من بعض، يحبوا يساعدوا بعض. حبيت احب الاشياء كانهم اهل بيت واحد. صحيح، هو جمعتهم حلوه ولمتهم حلوه، واعراسهم بسلام، أعراسهم ما تتخيلون، زواجات ولا يليهم الحلوة، الرجال يتحنى، تخيلي يحنون يدينه ورجلينه. الرجال بس ولا الرجال والحرمة كمان؟ لا الرجال، الحرمة ما تتحنى. يعني إذا حبت يعني هي هو في ليلة تحنى، بس الرجال هو شيء أساسي عندهم، مع يعني من زمان تقاليد عندهم وعادات إنه الرجال لازم يحنون يدينه ورجلينه، أتوقع إنه عشان يتبارك. صحيح. إيه؟ يعني انا بس خليني اقول لك شغله يا رندا، انت من اول قاعده بتسولفي وتحكي وانا عيني على السكريبت خايفه من الفرن، دخيل ربك شيلي والله العظيم.
لا بليز يعني ما خلينا بساعة رحمن لازم نراجع مخرجنا. طيب ممتاز. الحسا كثير حلوة يعني بحكم أني أنا كنت عايشة في الشرقية، من مواليد الشرقية وكنت عايشة هناك تقريبا 10 سنوات. كنا نروح على الحسا في الأعياد في عيد الحج وكذا وعيد الفطر. اللي تميز بالحسا يمكن استراحاتها والنخيل والعيون العذبة اللي كانت موجودة هناك. كانت كل جماعتنا جماعات العائلة في منطقة الحسا. جميل، جوه كثير حلو. شيف أكيد أنت محضر لنا أشياء كثير طيبة. طبعا أكيد، بس كلها حنشوفها من بعد الفيض. يلا فاصل بإذن الله. ورجعنا لكم. أكيد حنبدأ أولى سفرتنا اليوم، سفرتنا حنبدأ أولى سفرتنا اليوم من سفرتنا من الحسا بالمقبلات. شيف إيش محضرنا اليوم؟ طبعاً صح، المقبلات اليوم بالأحسا مشهورين بسلطة الزبادي بالخيار، بس حبيت شوي فيها تويست كذا، بخليها شوربة زبادي باردة. شوربة زبادي باردة، إيش رأيك؟ ما أعرف، بالمكسرات والورقيات والحركات، شيء على كيفك من الآخر. أنا يعني أثق فيك بصراحة. ها إيش رأيكم نبدأ نشوف المكونات أول حاجة؟ تفضل. طيب عندنا المكونات، عندنا الزبادي، نقدر نستخدم أي نوع زبادي بالإضافة إلى الموية والجوز والرمان، وعندنا الشبت، النعناع، الخيار، الليمون، بالإضافة للبهارات اللي راح نستخدمها الملح والفلفل الأبيض والسماق. طيب أول حاجة الفكرة أن الزبادي زي ما أنتم شايفين طبعاً ثقيل، هو لو تعرفوا لبن العيران كيف يكون مخفف بمويه أكثر وملح أكثر، فهذه الفكرة راح أسويها وراح نضيف عليها أشياء. طيب أول حاجة راح أضيف الملح، راح أضيف البهارات اللي عندي، يعني هي ما فيها بهارات بس اللهم ملح تطعيمة أكيد، لأنه أوريدي مالح الزبادي بس العيران يكون مالح أكثر. صحيح. ويكون لكويدي أكثر، وشوربة هي صارت شوربة باردة حلو. عشان الحر اللي احنا عايشينه الحين. أيه صح، على أساس إنه برد على قلبك في رمضان. حلو. فحطينا الملح وحطينا الحين الفلفل الأبيض. أيوه. راح أحط سماق كمان. راح نخلطها كويس. ممتاز. أول شيء أحد قد أكل شوربة باردة؟ والله ما قد، يعني أنا بأشرب أو بأكل الشوربة الباردة يعني، بس هي أصلاً ساخنة بس استناها تبرد واشربها او اكلها، بس انه كذا اختراع اسمه شوربة باردة. لا لا، هذه جديدة علي. في شوربات باردة، شوربة الخيار الباردة، شوربة الطماطم الباردة. شو رايك رندا؟ اي هذه شوربات بالصيف بالعادة. جميل. شوربات صيفية يعني. والله ما قد جربتها بس ان شاء الله نجربها معك اليوم شاف. لا اي هذه مختلفة هذه، بس ان شاء الله الشوربات الثانية ممكن نجربها حلقات ثانية. طيب اوكي، طبعا راح ابدا اخفف عشان ناخذ القوام الخفيف اللي معنا بمويه عاديه، مويه شرب عاديه، بس ما نحط المويه مره واحده، نحط بالتدريج لين ما نوصل للقوام اللي نحتاجه. طيب تمام. طب كيف اعرف القوام اللي احنا نحتاجه؟ القوام اللي نحتاجه ممكن بالملعقه. أوكي. نشوف نحرك لما توصل القوام الشوربه، لا هو زبادي
ولا انه مثل المويه بين الزبادي أوكي. وبين المويه حلو. لانه احنا خلطين زبادي ومويه نبغاه بين وبين طيب. تمام. من يوم ما نبدا نخلط حسينا المويه تمام راح ازيدها شوي بعدين راح نبدا بالاعشاب اللي عندنا والخيار والليمون. الليمون طبعا عشان يعطي الحمض ويرفع الحمض عندنا شوي تمام. هذا مكسه انا شف طيب على بالنا تقطعها تفضلي. عموما يعني معروف الحسا كثير انه اغلب اكلاتها تعتمد على الالبان صحيح والتمر والزبادي صحيح والتمر صح. اوكي الحين عندنا بالنسبه للشبت والنعناع راح نفرمه فرم ناعم وراح نخلطه مع الشوربه كمان. انا راح افرم واحط يراء وانت تخلطي سم. يا سلام عليك. بس اتوقع كده القوام صار كويس. لا ممتاز اي ممتاز. بس نبغى نخلط المكونات اللي قاعدين نفرمها كمان. وهذا الشبت ايش تسموه انتو شبت ولا شبت؟ انت تقول ايش شبت هو على حسب اللهجه. احنا نقول شبت إيه. شبت او شبت تمام. ريحته مميزه. وراح افرم هنا النعناع. يمكن معلومة ما حد يعرفها عن أهل الحسا أنهم مبتعدين عن الوجبات السريعة يعني مش زينا. راح صوتي سلامتك. صح يا رند. وين راح الصوت؟ لا حنا نعرف أنهم فعليا مبتعدين عن الوجبات السريعة يعني ما يأكلون زينا. أي لو تعرفون كم ناكل وجبة باليوم يعني أو عيالنا. أنا ما أكل أكيد. لا احنا نحاول قد ما نقدر نبعد عن هذه الأكلات ونروح للأكل الصحي على الأقل يعني الأكل المطبوخ بالبيت. يا سلام. ما هذا هو عشان كذا أهل الحسا محافظين عليه. أخليك أنت ورؤى تشتغلوا شوي ونروح نشوف إيش أشهر المقبلات بالحسا. يلا نروح. يلا خلونا نشوف. والحين بنروح للأطباق اللي ما يعترفون فيها الحساويين ولا الخليجيين بشكل عام وهي السلطات. بنبدأ بسلطة الفجل والجرجير وهي سلطة تكون على السفرة الحساوية بين فترة وفترة، واللي بعده وجبة الودمة الحساوية وتتكون من عدة أطباق من المقبلات ولها طريقة أكل معينة. يمكن أغلب المقبلات اللي بالحسا نعرفها هي السلطات معتمدة اعتماد كبير عليها صح. الأشياء الصحية بالضبط. يعني ما أقول لكم كيف الريحة الحين صارت بعد ما مكسناها مع بعض، كيف مزجنا اللبن وخففناه بالموية وبعدها حطينا الشبت وكمان فرمنا النعناع. النعناع المغربي تحديدا حطينا، ومعروف أنه لبنان النعناع المغربي من ألذ الأشياء اللي ممكن تنضاف للسلطة بحيث أنها تنكهها. والشيف قاعد الحين يقطع الخيار ويجهزه عشان نمكسه كمان مع المقبلات أو سلطة شربتنا الباردة اليوم. يا السلام عليك. أنا مصر أنه هي مقبلات يعني. هي مقبلات هي بالعادة شرب وحتى ممكن نأكلها مع شيء ثاني. مو شرط أنه لحالة نأكلها. تمام. الحين طبعا قاعد أقطع الخيار راح نضيفه وبعدين راح أحط الليمون ونبدأ صحن التقديم ونزينه. هو التزيين اللي أهم من السلطة يعني عشان يطلع شكلها حلو في النهاية. يعني حنا متعودين يمكن على الزبادي أو أغلب البنات متعودين على الزبادي مع شوي ثوم ونحطه دايما مع الأكل. سلطة اللبن إيه اللي نحطه دايما مع الرز الأبيض أو الرز البرياني. ورز البرياني إيه. فهذه السلطة يعني أو الشربة عفوا تعتبر مرة غريبة علينا بس حلوة جديدة. إيه. نجربها. طب نعصر عصرة ليمونة عشان دائما قلت لكم الحمض أنا عندي مهم جدا. الحمض يا سلام. تمام. وبعدين راح نبدأ نحطها بصحن التقديم. حلو. نبدأ نمكس آخر التركيز. كذا جاهزة؟ كذا لا لسه راح يعني نزيد عليها راح نزينها. أوكي. بس تزين. إيه عندنا الجوز، عندنا الرمان، عندنا السماق، عندنا النعناع. راح نزينها بأكثر من شيء. تمام. راح نحطها بصحن التقديم. ممكن اذا حابين نحطها بكاسات صغيره كمان تتوزع على السفره. تتوزع. يا سلام يا سلام. الله عليك يا سيدي. اول ما صبيتها يعني طلعت ريحه خطيره صراحه. راح نرش عليها رشه رمان. طبعا الالوان الحين مهمه جدا. اوكي رشه حلوه كذا. وبعدين عندنا السماق كمان راح نرش عليها. هو واضح شف مع السمك اصلا صار لون المزيج حق اللبن اتغير الى وردي على شوي. زهري شوي صحيح. لان السماق يغير اللون على طول بسرعه. تمام. ممكن نضيف كميه اكبر.
ركان اتوقع لو قدمت ذا السلطه ذا الشوربه لجدتي يعني بتقولي وين الرز؟ وين الرز؟ ها تبي تغمس بالرز معاها. ما ادري احس امهاتنا الكبار يعني ما تعوق معهم ذا الاشياء ابدا. بس ان شاء الله ان شاء الله بنجرب. ولا الحين ترى على فكره الناس اكثر الناس يعني رايحه متوجهه للاكل الصحي الخفيف السريع صح. فهذه من الاشياء اللي ممكن نحضرها بسهوله وتكون يعني من الاشياء الصحيه الخيارات الصحيه اللي عندنا. جميل. طيب عندنا الجوز هنا يا عيني. يعني انا بس ابغى المشاهدين يتخيلوا هذه التركيبه ومزج العناصر لبن سماك مع عصره ليمون مع شويه رمان الفلفل الابيض تبريد الخيار الفلفل الابيض لازم الفلفل الابيض مع الورقيات عنه. يا سلام. اوكي الحين تقريبا صارت معنا جاهزه بس نحط كذا نعناع خضراء ريحه الورقيات شيء خطير من الاخر هذه وصفه المقبلات شوربه الزبادي البارده وصحة وعافية عليكم يا شكرا جميل. شيف تسلم ايدك الله يسلمك تسلم ايدك والله يعني شوف انا احب الجوز فاتوقع ان انا بدب فيها بعد الافطار بعد الافطار ان شاء الله خلونا نطلع فاصل واكيد راجعين مكملين ورجعنا لكم وحنتكلم الان عن الطبق الرئيسي الحساوي شيف ايش محضر لنا اليوم للطبق الرئيسي طبعا محضرين اليوم المفلق الحساوي بالروبيان الله ايش رايكم مره شيء خطير من الاخر مره نبدا نشوف المكونات يا. انا مستعجل على الطبخه والله انا مشتهي اذوق الطبخه مشتهي انا انا مشتهي اطبخها بسرعه طيب شوف المكونات اول شيء أيوه. عندنا طبعا هنا الطماطم المفرومه عندنا الروبيان حجم كبير عندنا في الشبت القرنش عندنا القرفة والمسمار والبصل وعندنا جريش القمح الناعم هو اللي استخدمه المفلق بالعادة حلو تمام طيب. بالإضافة إلى الملح والفلفل الأبيض وبهار مشكل بهار مشكل ممكن نستخدم كمون كركم نحط القرفة المطحونة الكزبرة المطحونة الفلفل الابيض اوريدي موجود او نستخدم بهار مشكل اللي عندكم على حسب الرغبه مع شفرة كان الفلفل الابيض في كل مكان يا سلام يا سلام الله عليك قصائد. انا دائما اطلع بافيه تخصصي يا عيني طيب نبدا على طول ايش رايكم نفتح النار نفتح النار ايش تبغى اي عادي ممكن اساعدك انا اليوم انت رنده واقفه هنا تطلع ريحه غاز الله يستر بس اي ولعي يلا ولعي يا رنده وهذا كمان لو سمحتي اوكي هذا صح لا لا بدينا نجيب طلعت مو يا سلام يا عيني طيب عندنا العظيم. الزيت راح نبدا نضيف الزيت تمام كذا تمام اوكي راح طبعا القدرين ليش واحد بنسوي فيه المفلق اللي هو جريش قمح ناعم وواحد راح نحمر الروبيان فيه ممكن مع بعض نسويه بقدر واحد ما في مشكله او كل واحده لحالها جميل تمام اضفنا الزيت هنا عبل ما يحمى القدر هذا راح نبدا نحمس فيه البصل مع البهار تمام والطماطم ومع الطماطم وراح ننزل عليه المفلق هذا المفلق لحاله اللي هو الجريش القمح الناعم أوكي. تمام راح نحمصه كمان اوكي على فكره المفلق الجريش هذا منقوع تمام منقوع لمده 20 دقيقه جميل. عشان يستوي معنا اسرع فيفضل انه يكون منقوع او اذا حابين يكون مسلوق من قبل يستوي معنا اسرع تمام. طيب كم ممكن تستخدم البنت اذا تبغى تعمل مفلق يعني القمح ده انه كم مدته في الطبخ لا ايش الكاس كم مدته هذا بين انا مره طباخ صراحه كم مقداره كم مقداره يا سلام عليك طيب نعامله معامله الرز يعني الرز بالعاده لما نكون مثلا مثلا ثلاث اشخاص نحط كاسه ونص الى كاستين نعامله معامله الرز يعني جميل بس هي الفكره انه مع لما ننقعه راح ينفش صح صحيح اكيد صحيح فالواحد لما بده يحط ما يقعد يحسب انه خلاص هي هذه الكميه لا حينفش مع النقع مع المويه راح ينفش فحزيد الكميه بس ما راح ينفش زي الرز كمان أي. اقل من الرز أقل. فممكن تزيد المقدار عليها شوي اوكي هنا بدا يسخن عندنا راح نحط عندنا البصل تمام ممكن نوطي النار رنده على الاثنين الاثنين ايوه تمام وهنا راح احط كمان
اللي راح احمر فيه الروبيان، راح احط عليه بصل كمان عشان ياخذ نكهه. طبعا كالعاده شوف الروبيان ما ياخذ وقت، الروبيان ما ياخذ وقت، مجرد يعني دقيقتين ثلاثه يعني خمس دقائق كذا ما حيطول معنا. ناخذ ملعقه خشب عشان نحب نقلب، ملعقه خشب نبدا بالتقليب هنا مع القدر اللي راح نطبخ فيه المفلق. راح نبدا نحط فيه بهارنا، بهار صحيح، راح نحط المسمار. تحب اساعدك؟ حبتين سمي طال عمرك. بهار أوكي. صحيح يعني بهار بكباره، يعني كامل مو كامل إيه مش مطحون. احنا نعرف انه الطبق الرئيسي يمكن عند اهل الحصى هو الرز الحساوي، الرز الاحمر. اوكي حطينا طبعا هنا المسمار والقرفه الكامل، راح نبدا احط البهار مشكل. اوكي نزيد، ايش رايك تحب البهارات ولا لا؟ انا كثير احب البهارات. خلاص انا عشانك اكرم. اوكي اهم شيء ان الوقت هذا متاكد انه ما ينحرق معنا البهار، كل ما حسينا ان البهار بدا يمسك نصب شويه مويه. مو لازم يتحمر لا البصل نبغاه يتحمر، بس يتحمر البصل بدون ما نحرق البهار. اوكي تمام ممتاز. وهنا طبعا خلنا ناخذ ملعقه ثانيه، هنا قاعد نقلب البصل نبغاه يتحمر معنا. دائما نحب احنا نشم ريحه البهارات والاشياء هذه، حتى البصل والثوم نحب نشم ريحته بعدين نطبق الطبخه عليه. صح، فعشان كذا يمكن نقدر نقول انه البهارات لما تزيديها زي ما انت تحبين، زي ما انت تحبي كمان. بس في نفس الوقت البهار الزايد دائما مو حلو، والبهار الناقص يكون الطبخه ما فيها طعم. صح صح، فلازم نوزن بالبهارات. يعني ايش تقولوا عليها الطبخه اللي ما فيها طعم؟ باهتة احنا نقول باسلة. بس على فكرة باسلة ما فيها طعم، ما فيها تيستي ابدا. هذه كلمة ومعناها. يا سلام. بس على الفكرة الملح ترى يؤدي دور كبير يعني غير عن البهار. انا طبخي كثير منه ما استخدم ولا نوع بهار، مجرد ملح، فلفل اسود او ابيض فقط لا غير. وكمان من المشاكل اللي احنا نواجهها انه الارزاز ما تتملح، اذا اصلا ما كانت ملحها موزون من البدايه بعد الطبخه صعب تسوي الطبخه، صعب انك ترجع توزن ملحها. صح اوكي. طبعا هنا البصل تحمر عنده، راح ننزل عليه الروبيان. اوكي وهنا عندنا برضو البصل تحمر، قبل ما احط الطماطم راح انزل الجريش عشان ابغاه يتحمر معي، بعدين راح انزل الطماطم عليه. ممتاز. والله ذكرتني بأكلة اسمها مفتول. مفتول؟ ايه. من وين هذه؟ هذه أردنية. كذا يعملون المفتول. اوكي. بس يعني بخلطة ثانية، بس كثير طيبة. طيب، حنا بما إنه جالسة أقلب الآن أنا والشيف، وللآن طبقنا الرئيسي ما جهز، خلونا نطلع هالتقرير نشوف إيش أبرز الأكلات الحساوية بالحسب هالتقرير. الحين راح نحكي عن أشهر الأكلات الحساوية. جبت لكم الطبق اللي ما يستغنون عنه الحساويين، وهو العيش الحساوي. هالطبق بتحصلوا على سفرة كل بيت حساوي، ومن الأطباق المميزة بوقت الغداء. وعقبه الهريسة الحساوية، وهالطبق أغلب الدول الخليجية تشتهر فيه، لكن من منطقة لمنطقة تختلف طريقة طبخه. وعقب نروح لآخر طبق وهو الصالونة. هالطبق ما تخلى منه أي سفرة حساوية، دايماً يكون مكمل للعيش الحساوي. طبعاً خلال هذا الوقت الشيف ركان زاد شوية بهارات على الجمبري، وأضفنا قلنا إيش الفلفل الأبيض وشوية ملح، وحطينا الطماطم وخلينا كلها تتشوح مع بعض. صحيح. إلين لما استوى معانا الجريش، أنا حسميه جريش، هو جريش؟ الجريش الناعم. الجريش الناعم اللي هو المفلق. آه ليش هنا لما حطينا شوحنا البصل أول شيء والروبيان، ما كان في أي تتبيل، فحطينا الملح والبهار مشكل، زدنا عليه الطماطم زي ما قلتي. وهنا أهم شيء صار استوى معنا المفلق 100%. تمام، هذا الشكل اللي نبغى نوصل له. يا سلام. يعني اخذ تقريبا على النار من 10 دقائق تقريبا الى 15 دقيقه صار معنا جاهز. ممكن انه ننقعه قبل بوقت عشان ما ياخذ معنا وقت في الاستواء. يا سلام، ممكن ننقعه ونسلقه نص سلقه يكون معنا جاهز، او اذا مو حابين ننقعه نطبخه وقت اطول، يعني توصل 20 دقيقه نص ساعه تقريبا. يمكن طبخه زي طبخ البرغل. يعني قريب
يعني قريب بس ياخذ وقت اكثر اي لان الحبه نفسها اكبر. فهنا صار معنا جاهز راح نبدا نحطه في صحن التقديم. الله على الريحه والله ريحته طيبه يا سلام. تمام. وطبعا نفلق ممكن نقدمه باشياء ثانيه مو بشرط مع الروبيان بس هم مشهورين بالحسا اكثر شيء مع الروبيان يقدموه. اتوقع كمان يعني على حسب ما انا اشوف انه ممكن احيانا نستعمله في نوع من انواع السلطات يكون مره طيب لانه خلص هو معروف انه من الاشياء اللي تكون كده تعطيك نفس النكهه وفي نفس الوقت تكون صحيه وفيها غنيه كثير بالطاقه او العناصر الغذائيه. صحيح. فمثلا في ناس تحب تستعمل الكينوا، في ناس تحب تستعمل الجريش ممكن يستبدلونه. بالضبط. شوفي انا تذكرت طبخ البرغ الرؤى نفس الطريقه. صحيح. تقريبا هي الحبوب بشكل عام ممكن نستخدمها مع السلطات بعد ما ننقعها ونتبلها. والله عالم المطبخ عالم جميل يا جماعة. يا سلام. كمية هائلة من التنويع. ما احنا قلنا الخالة ان شاء الله بإذن الله نطلع من من البرنامج هذا وانتي طباخة. يخافي بعد كده تدبس كل خميس الغداء عندي. لابد لازم. والله تنوروني أكيد. الله يسلمك. بس لا لازم ندوق طبخة كينا أول حاجة في البرنامج. وعد إن شاء الله الحلقة النهائية الطبخ حيكون مني ومن رندا. لا رندا لها حلقة وأنت لك حلقة. عاد ما شاء الله رندا ما يخاف عليها ست بيت. ما شفت شيء إلى الحين. لا لا والله. ها رندا. والله إن شاء الله إن شاء الله تشوف بإذن الله. طيب أوكي. والحين طبعا قاعد نحط الروبيان زي ما قلنا الروبيان إذا حابين نطبخه مع المفلق نقدر نطبخها مع بعض. بس أنا دائما أحب أطبخ البروتين لحال والرز أو الكاربز بشكل عام لحال. تمام عشان يتحمر ويأخذ اللون معنا. حلو. والحين راح نبدأ نزين الصحن. عندنا كمان عندنا هنا يا شبت ممكن نستخدم بقدونس نستخدم كزبرة. تمام راح نفرم افرم نعم اي حاجه فيها لون يكسر ممكن نستخدمه ونحطه. يا سلام. والنكهه كمان مره مهمه. تمام نفرم افرم ناعم. والله يا ركان انا مستغربه انك ما حطيت فلفل حار. لا عاد كل شيء حار حار حار. ولعها اصعب شيء. لا خلاص الحلقات الماضيه يعني ولعناها صح. فاليوم عشان كذا سويت لكم شوربه الزبادي البارده. جميل. عشان ابرد على قلوبكم بعد الحريقه اللي صارت. اي الحريقه اللي صارت. فهنا نبدا الزينة. تمام زين الصحن. الله جميل. وهذا والله ريحته تشهي. التزيين اللي زين فيه ركان كثير يعني يشجعكم انه انتم تاكلون. بس ركان راح نطلع فاصل. يلا يلا خلونا نطلع فاصل اكيد راجعين مكملين. طبعا السفرة ما تحلى الا بالحلا. يا سلام. وركان مجهز لنا اشياء مره طيبه. ايش مجهز لنا ركان؟ عندنا طبعا اليوم اللي هو بلاليط. اوكي. حل. البلاليط ممكن نعتبره حلا ممكن. هي. فطور لانه في ناس يسوي البلاليط بنفس الطريقه مع البيض. مع البيض. يا سلام. صحيح. عليكم قدموا مع البيض. فاليوم احنا حنسوي حلا بدون بيض. جميل. بس لما يسووا مع البيض يزيدوا عليه ملح وكذا يخففوا السكر. صحيح. شوي. قد جربتها والله كانت مره طيبه. حلو. في البحرين. في البحرين انا. أي. جربتها في الامارات. فهي اصلا البلاليط معروف انه هي اصلا اكله خليجيه. صحيح. بعد ما نعرف اهل الحسا وشلون يسووها. لا بس اهل الحسا بما انها جنب البحرين والامارات فتقريبا والكويت في اشياء كمان ركان. أي. في يعني ماخذه من الكويت وماخذه من البحرين. صحيح. بالضبط. طيب ايش رايكم نشوف مكونات؟ نشوف. طيب عندنا هنا اول حاجه الشعيريه طبعا مسلوقه نص تقريبا سلقه. عندنا الزبده عندنا الزعفران وعندنا الهيل المطحون وعندنا السكر الناعم سكر عادي او سكر ناعم ما في مشكله وعندنا ورد الجوري راح نزين فيه وعندنا الورد ماء الورد مية الورد. الله الله الله. يلا ايش بنبدا الحين ركان؟ نولع النار طبعا. اوكي. يا سلام. اهم شيء صرتي خبره مره. اي بس ريحه النار يعني اعطيتك عين شكلي. والله اعطيتني والله عينه قويه. الله يسامحك. والله عينك قويه يا ركان. اشرب الحمد لله راحت العين. اوكي. راح نحط اول حاجه الزبده طبعا راح قبل ما نبدا في كل حاجه راح نحط الزعفران بمويه الورد عشان تلونه وتاخذ نكهه مع بعض. تمام. طفنا الزعفران كامل مع بعض ونخليه ممكن نخلطه هنا شوي. الله. كل ما المويه كانت حاره بس هذا عشان مويه الورد بس بالعاده كل ما كانت المويه حاره يصير يسحب اللون ويدي طعم اقوى. صح. بس مويه الورد عادي على حراره الغرفه. طبعا الزبده راح نحط
كمية زبدة كبيرة عشان نحمر الشعرية معنا. حلو. اوكي، شو رايك؟ كمية زينة؟ لا احس قليل. اي يبغالها. طب راكان الشعرية كيف تنسلي؟ الشعرية راح نسلقها بموية. شعرية باكستانية ولا شعرية العادية؟ لا، الشعرية العادية اللي نستخدمها احنا. أوكي. نستخدمها في الشربات، في شربة الحريرة. أي. الشعرية العادية. جميل. تمام؟ راح نسلقها يعني السلقة يعني حتى اقل من 50%، يعني السلقة نص سلقة. نص سلقة. يعني تقريبا. في ناس حتى ما تسلقها. في ناس تسوي الشعرية بدون سلق. تحطها تبدا تحمرها بالزبده وتكب المويه عليها. ففي طريقه هذه وفي طريقه هذه. حلو. تمام، متى ما الزبده بدات تذوب عندنا راح نضيف عندنا الشعريه. نوطي النار بس رندا ولا هذا اوطى شيء؟ لا هذا اوطى شيء. اوكي، راح نضيف كميه شعريه واكيد عشان ما تلصق الشعريه معنا بعد السلق نحط عليها شوية زيت. نقطة زيت نقلبها مع بعض. في ناس وقت السلق يحطوا الزيت، بس هذا مو بصح، هذا خطأ. هذا أنا والله أسويها، يعني أسوي وقت السباجيتي وكذا أحط شوية زيت بحيث إنها ما تلصق بعض. صار غلط هذا الموضوع؟ لا، أنا 11 سنة أنا ماشية غلط. لا، ما في شيء بالمطبخ يعني صح ولا غلط. بس الأفضل، إحنا نروح الأفضل دائما. المفروض لما نسلق أي باستا أو أي نوع من المعجنات هذه نحط فيها ملح. موية السلق تكون مملحة. تكون مملحة. مملحة فقط. أيوه. لما نطلعها ونصفيها نكب الزيت ونحركها. فهمت. ما تتلصق؟ كيف؟ ما تتلصق؟ أول ما تطلعها وهي حارة تكب الزيت قلبيها. لا، هي تغلي. لا، ما تتلصق. لا، مع حرارة الموية يكون. هي تتلصق لما تطلعيها من الموية. فهذا الوقت اللي تضيفي عليه الزيت. الحين احنا قاعدين نشقر الشعيرية. صحيح. فخلونا نروح نشوف تقرير عن أشهر الحلويات في الحسا ونرجع. والحين بنروح للأطباق الحالية اللي ما يستغنى عنها الجميع. خلونا نبدأ بالعصيدة الحساوية، وهي طبق شعبي لذيذ دائماً تلقاها بأوقات الشتاء ومع القهوة. وبعدها بنروح لحلوى الساقو، ومن أساسها الزعفران وموية الورد. هالحلوى دائماً متصدرة وتكون موجودة في أي مناسبة. واللي بعده الممروس الحساوي، وهو طبق شعبي دائماً يجي مع القهوة أو الحليب. يعني بالتقرير شفنا أشهر الحلويات بالحسا. يمكن اللي لفتني المرموس، اللي هي إيش؟ الإيش إيش؟ أنا مركز. أنا حبيت العصيدة الحساوية. العصيدة الحساوية كثير طيبة. بس في آخر التقرير حلا مرة اشتهيته قريب من الحلوى البحرينية. فهذا حبيته، يقولون لك هذا لازم يكون بكل مناسبة. أكيد كذا مكسرات. مع المكسرات. ركان قولي وين صرنا الحين؟ أوكي، طبعًا زدنا شوية سكر وراح أزيد الحين كمان كمية سكر. أوكي. طبعًا السكر سواء كان عادي أو ناعم ما يفرق. يا عادي أو ناعم ما راح يفرق، بس أنا اخترت ناعم ليش؟ لأنه في النهاية راح استخدمه بالزينة كمان. تمام. أوكي، وراح نحط رشة هيل الحين، ما حنكثر الهيل مرة. جينا للطعم العربي. أكيد طبعًا هيل والزعفران وماء الورد والحركات. نقلبها كويس الحين. طب كيف نعرف كمية السكر يا كان؟ كمية السكر على حسب الرغبة دائما بالحالة. أوكي. بس يعني إذا حطينا مثلا الشعرية بالأكياس هذه اللي حصلها في سوبر ماركت، يعني إذا حطينا كيس الشعرية كامل. أوكي. كم ممكن نحط عليها سكر؟ إيه، لو الشعرية الكاملة هذه ممكن السكر نحط تقريبا أربع ملاعق أو فنجان ملاعق. ولا على حسب الرغبة؟ هو على حسب الرغبة. أوكي. بس الأفريج ممكن نحط فنجان مع الكيس الشعرية. جميل. وفي ناس تحب يكون حالي أكثر يزودوا. أنا بالنسبة لي ما أحب الحلى يكون مرة حالي. حتى لما أشرب القهوة ولا شيء ما أحط فيها سكر. أحب أخذ الحلى، أحب يعني أذوق السكر من حلى. من حلى. إذا كانت القهوة مرة يصير نحلي بالحلويات. بالحلوية يا سلام عليك. أما هذه حالية فيها وزنية حالية. صح. ما حتكون كلها حالي بحالي. السكر يضرب. طيب هنا نستمر بالتقليب شوي لما تشقر. يعني شوي تتشقر معانا. اوكي. حابة قلبي بتدرب عليها. لا اقلب كذا. لا تحب اقلب زي ما انت؟ لا اسهل والله. ما اعرف نزلها ورجعها كذا.
والله انا اشوف خذنا مقلايه صغيره على قدي انا ورندا يعني. اهم شيء بيدين ثنتين. الله والله استنوا شوي علي بس خبرة واحدة ثانية. يا سلام والله العظيم ضبطت الثالثة يا عيني جالسة تسوي كذا كل كل الفقرة ذي وأنا جالسة أسوي ذي كذا. تمام الله يعطيك العافية رندا. الله يعافيك. أوكي الحين راح نبدأ نزيد عندنا اللي هو ماء الورد مع الزعفران. يعني ماء الورد إذا كثير راح نقلل، أهم شيء الزعفران عندي. هي حتاخذ اللون معانا. والله طلعت سهلة يا ركان. سهلة مرة الوصفة، ولا في أسهل منها. خلاص هنا راح تاخذ اللون، لو تشم الريحة برضه بدأت تطلع ريحة الزعفران. صحيح. تقريبا طبخة صارت جاهزة معنا، راح نبدأ فيها بصفة. والله ريحة الزعفران طلعت خطيرة صح؟ خطيرة مرة. الزعفران سبحان الله يحلي كل شيء، سواء الأكل المالح الحالي، أنا أسوي صوص بالزعفران. ليش تستعمله شيف؟ مع سي فود، مع التشيكن، مع الدجاج. حلو. طبعتنا الوصفه والزعفران. خلاص نسويها مره هنا. اوكي واحده من الحلقات. اوكي صار معنا الطبق جاهز الحين. الله عليك يا سيدي. اي راح نبدا بالتقديم. شوف اللون جاء من الزعفران كيف. هذا عندنا صحن التقديم هنا. طبعا دائما نحاول لما نسوي بليتنج او يعني نحط الاكل بالصحن نسوي ارتفاع يصير الشكل احلى هرمي. تمام يا عيني. طبعا راح نزين بشوي من السكر الناعم وعندنا ورد الجوري، واذا حابين بعض المكسرات ممكن نزيد، واذا حابين تطبقوا الفطور اللي مع البيض هذا الوقت اللي نحط البيض عليها الحين. يعني بس من غير سكر؟ لا هم يحطون سكر بس يقللوا نسبة السكر. أي. ويحطوا ملح كمان شوي. تمام نحط رشة سكر ناعم. وبعدين حنحط الورد. الورد هنا يا سلام. والله قاعد تنقيهم تنقي يا شيف. إيه أكيد طبعا أهتم فيها. طيب وهذه هي لا لحظة فيها شيء ناقص شيف. مستحيل نقدم طبق ليش للعيلة بدون رشة حب. رشة الحب يا سلام يا سيدي. يلا يا عيني يعطيك العافية شيف. الله يعافيك ويسلم يديك. يعطيك العافية ركان. أتوقع أنه من منظره طيب صراحة، طريقة الترتيب ان شاء الله ننتظر الفطور يا ركان. اللي ذقتيه حيعجبك ان شاء الله بإذن الله. أكيد أكيد البلاليط مرة أحبه. طيب ايش رايكم نروح على طاوله؟ يلا يلا. طيب احنا كذا وصلنا لنهايه الحلقه، اكيد اتمنى لكم افطار شهي. في امان الله. يلا.